بله بینر نهیجا جبو گوتو بیشکرنا روشا دویا میدانی و شر دنافبرا مرتال و فرات و هیزن سوریا دموکراتیک اما گوتو بیش بکنه لگل ابو مریم الکردی بر پرسه که مرتال و فرات جب باجار جرال بسید دریا تلفنی در میوان منه ابو مریم تو بخیراتی و بولتنه در سپیکر خواهیم تناس بکم آرمانجا مرتال و فرات شر داعشه آن شر هیزن سوریا دموکراتیک سلام علیکم از برای محمد شیخانی ابو مریم کردی بارانه شب ما انا بشتك وقت بيد محور داعش دي ام داعش ام رابطين داعش والحمد لله تقدمات من هنا او بدنا نقدم طبعا ام فصيل لكن دوني درع الفرات دي ام فصيلة الكردين جناح كردي دوم سوار جزيرة سوار جزيرة طبعا عرب وكرد وعرب وتركمان وام ضمن درع الفرات دي والحمد لله ام شغل وام شبه ما قشتك انا باتجاه داعش ام داعش ام قلت ايه دورة جراب ليس الاري غندورة وانا ام واقشتك بدخل ان شاء الله وبس ناخد تعالى روجي دي معركة ما باتجاه بابي ان شاء الله بلي ابو مريم دخوازم مشتناس بكم جرانيا كردان جرانيا لشقرين كرد عدد كردان دناوا درع الفرات چقاسة در دورة چقاسي هي درع الفرات ده ام كام مشتاق ام قوام جناح الكردي سوار الجزيره بالنسبه شكل سوار الجزيره طبعا عرب وكرد تخمان وقال لك وقت بالهوان من كرد يجي بفصائله وقت بفصائله زنكي دانو بفصائله قال لك ما يعني قال لك كرد مشارك درع الفرات طبعا ان شر ان داعش ذكن وشر نظام علي حلبي وان دلاتكن قال لك جبون ظالم انه قال لك كرد بزي ثورينه جيش حردانه وام يعني شر داعش بكن وشر نظام بكن وشر اتباع نظام بكن ان شاء الله باذن الله تعالى. بلي ابو مريم تخازم تشتكي دمنش تناس بكم ايرو ام دبيننك ومرتال الفرات وهيزن سوريا ديمقراطيك شر هفدكنا لجندوري بابي قالوا تشاوا دبيني دماكو كردكي وقت درع الفرات دابي شر كردكي دناف هيزن سوريا ديمقراطيك بك. ام تابعي ام يعني غرضنا ام وقت بي ام خوش اج نظام خلاص كان اج داعش خلاص كان حتى سوريا الديمقراطي يعني تابعي اوجي وقت تابعي يعني اوجي محاربه ما تكن انه ناهل ام مناطق خوزي ام المناطق خوما قرن ام كردي انا ايجو ايجو انا بقول بفصالة جيش حرة خلاص كل شغل دعم ما كان طبعا مرسى تريجو اوجي كردي براي انا تكن كرنا بس سوريا الديمقراطي يبون ظالم بيشتك انه سوريا الديمقراطي او كيدي كردان بيشتكي نام مسلمين تناسك ده شلو لغوري كوتي دبيجي هيزن سوريا ديمقراطي كردان نامسلين نورتيا كردان تكل اليه كدني تي راجي هاندن كو سرو كومار تركيا رجب طيب اردوغان هيزك كردي جو كردن روجاوي كردستان اماده دك دا كو سيطره لسر جرابلوس منبج كوباني و تل ابيد بك روسيا و يكي چيه بس ديسا سوالك از دنجي تناعت بس ديسا بغريش از الفرصة خشترة اعادة بك ما بابي مريم ساروكي تركي دخوازة جيشك نو اعوا بك او جيشاجي بري خابده آلية منبج بابي جرابلوس كوباني و تل ابيده قالو وا نوچايا وا خبر الراسته بلد خبر از نوز از نوز کارم بولو بصارحین منو تشتکی های مرد بزوی تشتی کنه این مشتر گفت بدایه تا تحریر درابلس قال لك فصائل كرديه هنا ام وقت بي بس ام متقسم طبعا بس ام بشتك دران يعني بالنهايه سواء صلاح الدين ده او ثوار الكرد ده او بشتك يعني قال لك مناطق بناء فصائلنا اي جيش حر قال لك كرمان كان انا كذا شنو وام في ام تشكيله هاي وقال يمكن انه والله سر اردوغان انه تشكيله هاي نجوي تشتيتني طبعا بركي لانه وصل خط الجبهين دائما اثرت خط تشكيله بين جبل از بركي ما تابعين فيسبوك وتويتر وانا فرصة خويا داوي جتا بكما بافي مريم لآلية كي دمك وهن قندان دستا سردكن هن قندان كنترول دكن نشتجي لوي قندي جبر ودرفن جبر وداعش درفن تبلاني واجبو بنابران جو بو وان كوشبران هيا
نانا تدري أنا مشكلة داعش قشت أسبابه داعش أهلي يقول داعش بيجي در دخن تناس كدش أو شخور بكن درعي بشري بالعكس لا أنا أم محافظين سرني تشتهد كن إنه أهلي وقت بي أهلي يقول زغر يقول دي خواه استقرار بدن بس أم هنا ناكن يعني أم كتابة ديش أحور تجاري أنت عدي مليكي مدني ناكن تجاري بالعكس أم بخوازن إشبه وقت بي سورة مجلس بشيء عالم ستيب إنه لنا حركة يعني بعد وقت بي هنك فضالة ديش أحور موسيقى أنا بس قشتكنا أولونا باش تناس كدش له أبو مريم الكردي بر پرسیارکی در مرتال الفرات جباجار جرابوسی گلکس باس.